السلام كي داير بخير لاباس عليك الحمد لله التولي ديالنا اليوم دازت عندنا مقابله شيقه لكن للاسف بعد الحكام اللي كيجيو كنظن ان هذا ماشي حكم هذا مطفل على التحكيم اللي اليوم كان في واحد المستوى سيء جدا بالنسبه لي انا كومبير ديال واحد من اللاعبين ديال ليطوال اللي كنضحي بالوقت ديالنا وجميع الاباء والامهات اللي كيضحيو بالوقت ديالهم هنا وكيجي حكم حتى في نهايه الاسبوع وكيدير بحال هذه المقابله سيئه حقيقه كنقول عاوتاني وكنعاود الكلام ديالي بان الحكام خاصهم يكونوا في مستوى هادو غير اطفال كيلعبوا وكنتمنهم الله من القدام باش يجيو بالنسبه للكلوب ديال ليطوال يجونا حكام في المستوى ويعطونا غير حقنا حنا ما كنطلبوا شي حاجه هادو في العموم في اقل من 3 سنة اقل من 3 سنة عم نلعبوا هذا الماتش دابا واحد الماتش اللي داز لهم كونتر لاكاديمي محمد شحال كمل الماتش من الماتش باصابه اللي مثلها واحد مزيان مع الاكاديمي راه سيليكسيونا ولكن اليوم الاربيت ما كانش مستوى داكشي علاش اللي كاع الناس اللي شافوا المقابله اللي دارهم في خاطرهم اليوم نتمنى من الله باش الكلمه ديالي تكون توصل للناس المسؤولين وعارفين بان بعض الحكام ما عرفتش انا واش كيديروا الخواطر الناس اخرين ولا ما عرفتش انا ما كنقصوش من 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 المستوى ديال الفرق الاخرى ولكن احنا تنقولوا غير الحكم يكون نزيه ومن يعطي ويكون في المستوى ويعطي لكل حق اللي حقه وشكرا وهنا كنشكر الناس ديال ليطوال على المجهود الجبار اللي كيقوموا بها ومن بينهم السي الابراهيمي والناس اللي كيصرفوا الاطر جميع المكونات ديال ليطوال وشكرا جزيلا بالنسبه لي انا هذه السنه واخا باقي ما سالاش كانت احسن سنه بالنسبه ليا ولا لولدي بن زكريا هيثم اللي هو من دائما في الصفوف الفئات ديال اقل من 13 سنه عيطوا لي الفريق الوطني الحمد لله كان واحد الاسبوع مع الفريق الوطني اللي ديجا تكلمت مع ولدي وقال لي بابا راه استفدت والحمد لله ونتمنى يكون المجيء ان شاء الله يكون افضل يكون احسن ويكون في ليكيب ناسيونال ان شاء الله يا ربي دابا عندك شي لعابه واعدين هنا غيكونوا في ليكيب ناسيونال كاملين لك هنا كاين كنظن بان هاد السنه المقبله بان الكلوب ديال ليطوال غادي يعطي بزاف ديال اللاعبين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شكرا شكرا نتوما وشكرا بزاف على شكرا الاهتمام ديالكم نجم الشباب الرياضي الحمد لله نجم الشباب راه من القديم وهي كتعطي لاعبين في مستوى كبير ماشي في المغرب كتعطي لاعبين اللي كيمشيو كيمارسوا على برا وهذا بالشهاده ديال بزاف ديال الناس ونتمنى بالله التوفيق للجميع وشكرا شكرا خويا مزكري شكرا الله يحفظك مسيره موفقه للولاد الهيثم مسيره موفقه وجميع اطفالنا كسوا ديالنا او ديال الاكاديمي او فرق اخرى راهم كلهم ولادنا جميع الفرق اللي كيلعبوا معنا كلهم ولادنا المهم ليسونسييل هو كتشوف لي زونفون هادو دي زوما دي زون تشوفهم ناشطين ايبانوي كاين لو ديفيرتيسمون وكاين لا فورماسيون المهم كتشوف لي زونفون ايبانوي ناشطين فرحانين هادو اقل من 13 سنه واخا كتشوفوا الفيزيك ديالهم لي سون تري بروميتور نتمنى وكاع المدارس يكون عندهم موفر لهم الشروط موفر لهم ظروف ملائمه باش يكونوا اطفال الغد مواطنين مغاربه ملكيين يموتوا على بلادهم يبغيو بلادهم وحنا راه حنا موجودين باش نوجدوهم وكنعطي نصيحه للاباء
ما يبقاوش يقلبوا على لي غون كلوب ولا ضروري يقرب اقرب جمعيه ليه اقرب جمعيه رياضيه يدخل ولده اذا كانت بعيده عليه كلوب ديال ليطوال او ديال الرجاء او ديال الوداد او نيمبورت كال كلوب مشهور لان لي زاتولي كاينين بحال بحال بيان سير الكادر كيختلف الكادر كيختلف ولكن التكوين راه هو هو لي ميم زاتولي تيقوا في الجمعيات ديالكم تعاونوا معاهم في الدروبه الاحياء في القرى في الجبال فين ما كانت شي جمعيه رياضيه نخرطوا معها خرجوا ولادكم من داك السجن ديال المنزل ديال الدار وديك داك لا سيغشارج انتيليكتيال اللي كي لا سيغشارج سكولير خرجوها منهم علموا الدراري يخرجوا الزنقه يشوفوا يواجهوا الدنيا باش يتانتيغراو باش تسوسيابيليزاو باش يعرفوا الدنيا علاش طالعه لان الا بقى غير في الدار مدرسه الدار مدرسه الدار ما كيعرفش الحياه علاش طالعه ما يعرفش السر فهمتي ما يعرفش السر ديال ديال ليكول ليكول دو لا رو راه كاينه في الكره الكره 11 كونتر 11 وكاين كل سيمانه كيشوف فرقه كل سيمانه كيت انتيغرا اللعاب كيت انتيغرا كيولي عنده واحد الكاريزما اللي كتقبل الاخر تقدر تقبل تقبل كلكو سوا لي سيركونستانس تقدر تواجهها كلكو سوا غادي يولي رجل المستقبل واخا ما يوليش كوايري على الاقل حيد ديك لا تيميديتي وداك لي زولمون وديك العزله اللي كتكون فيه غتحيد ليه فهمتي هذاك الشيء اللي بغينا وتحيه لرجال الامن الصراحه اللي كيديروا خدمتهم ديما حاضرين معنا جمهور غفير تبارك الله السي شيبا شيبا راه من اللعابه القدام كرون جوور ديال ليطوال الرجل السي ابراهيم هذا من الكاتيجوري ديال ديال نويفا عبد الرحيم والحباق واسماعيل قول لي السميات يلا راه كيتفرجوا فيك صحاب الجيم الشباب من الميريكان من الاستراليا من كل شيء ايوا اللعابه الخدام اللي دازو كما قلت لي عبد الرحيم نويفا والحباق ابو الهدى الجواني صحيتها عزيز دجار حميده خبروش اسماعيل خبروش اسماعيل راه قلتي فعلا الناس اللي جاوا من بعد هذا الجيم وهيدامو كاين هيدامو كاين الطار كاين ايت العارف كاين سميتو ناجي كاين واحد المجموعه ديال اللاعبين اللي طلعوا من بعد هذاك الجيل اللي كنا فيه حنا نسيتي الاخرين الرحيم يمشي بزاف ديال اللعابه اللي دازوا من هنا وكتوقع يكونوا اللعابه بحال المستوى ديالهم غيكونوا عندنا هنا سي ابراهيم مادام العرضيه كاينه انت تتمناو كلشي نتمناوه وبطبيعه الحال غيكونوا لاعبين في المستوى والحمد لله الشباب معروفه بيبينيير ديالها وبلا جوناس ديالها معروفه الحمد لله والان راك كتشوف سي ابراهيم راه عندنا فريق اللي هو الفريق الاول وفيه دراري ديال 20 عام اغلبيتهم ديال 20 عام عاد زيد لي جونيور لي كادي لي ميني راه سي بيبينيير كبيره اللي هي الحمد لله نجم الشباب لا خوف عليها ولا خوف عليها كنقول الحمد لله كاين تكوين كاين تكوين وكاين تسيير كاين الحاج نودير كاين شيبا المدير التقني السير ديال الحاج السينيور السير المحكم مدرب كاين مدرب شنان شنان تبارك الله مدرب المستوى كاين الرامي كاين كاين ياسين كاين اسياغ كاين جويعه كاين علي كاين عبد اللطيف كاين الدحماني كاين محسن جبيلو اللي كان في الفتح كاين الا جينا نجبدوا هاد الناس راه ما غنساليوش كاين كرار هو من الاطر الاداريه اللي والاطر التسييريه رئيس الجمعيه ديال الشباب قدماء نجم الشباب المهم اللي بغى يتعرف على نجم الشباب مرحبا به الغداء على حسابنا ها هو كرار هو اللي غادي يخلص مرحبا او سي ابراهيم ما نساوش سي ابراهيم المجهودات اللي كيقوم بها والرجوله الله يحفظك الله يحفظك خويا شيبا شوف حنا كنكونوا مواطنين ولعابه حنا ما عندناش ديك العقده اننا نلعبوا هو تبرمي حنا المهم كنعطيو اللعابه للفرق كاملين ديال المغرب ها زعما حنا كنكونوا مواطنين ايجابيين كنحاربوا الفقر والهشاشه والتطرف والانحراف كنكونوا مواطن يبغي بلادو هو عزيز دجار هو لاعب قادم راه وراك ما بغاش يدير تصريح لانه خاصو الفلوس خاصو لا بريم يضحك ايوا تبارك الله عليكم وشكرا شكرا السي كرار اللي قايم بالواجب كرار عنده واحد الدور ديال التنسيق مهم بزاف الحمد لله
وما تخافوش عن الشباب، راه اللي بغى شي لعاب هنا موجود، يجي عند شيبا، يجي عند كرا، يجي عند شنان، يمشي للوداد للرجاء يشد بلاصتو با بروبليم. راه ما كنخدموش اللعابه، عندنا مدرسه من 4 سنين حتى 20 عام، 20 عام هذا العام الفرق كلها غتاخذ من ليطوان موجودين. راه واحد 3 أو 4 هما راهم في المشاورات وهذا. الحمد لله. والناس مشاو برا، راه زيف 3 دازوا في فالونسيان، دازوا في مالاكا، ودازوا في إلشي. وكنشكروك على هذا الوقت، نتمنى تكون ديما بخير، وليطوان ديما بخير، والحاج نودير ديما ناشط. ها طيب عبد الحق لا رولاف، لا رولاف ديال المرحوم محمد حاج اللي ادى واحد الدور بعدا في العاب القوى. اللي ما يعرف حاج نودير المرحوم راه شهيد ديال الرياضه، راه هو لا كاتيجوري اللي وجد ديال عويطه فاطمه عوام ونوى المتوكل سكاح وطيب، راه لوس انجلوس راه كان حاضر. غراس الله. وخدم وهز نجم الشباب وحافظ على هذه التحفه كما كاش هو كرمشات، حافظ عليها الله يرحمه ويوسع عليه. انت صافي غرون بليزير، صافي غرون بليزير. اللي تفكر العاب القوى يتفرج، الروح ديال الحاج نودير راه باقيه هنايا ما كتنساش. تبارك الله عليكم، شكرا لكم. حنا ديما كنحترموا اللي ادى شي عمل وكنعتبره شهيد من اجل الوطن، وكان ملكي وكيبغي البلاد ويبغي الملك، والملك راه مرشحو ومشحو كاين راه كاين. وقال لي انت كنتي سفير للمغرب، كنتي احسن سفير مع عويطه ونوي في عملي معلوم عملوش 100 سفير. ايوا الحمد لله الحمد لله، وهذاك الشيء اللي بغينا حتى حنا نكونوا سفراء ديال المغرب. باكا مرحبا استاذ ديالنا معلم. كنشكركم على هذا تبارك الله عليكم. الله يحفظك سي ابراهيم. يلاه تبقاونا على خير. هذه راه نجم الشباب الرياضي البيضاوي، اللي بغى يجي يتعرف عليها يجي يتعرف. مرحبا افي كرون بليزير، ديما ناشطه، حضاره كاينه، المواطنه كاينه، والكره حتى هي راها كاينه، وكل شيء كيبغي تشوف الجمهور كيجي، كل شيء كيبغي هذا الفريق، كل شيء كيبغي هذا لي جون ديالنا. تبارك الله عليكم. دابا غيتلعب له واحد الماتش براج ديال الاف سي سي مع بوسكوره. تبارك الله عليكم.